أطفال ونساء وشيوخ تأتون جثث مقطعة، تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، إصابات بالعشرات، شهداء ما يفوق 30 شهيد إلى الآن منذ الساعة 12 ليلا، ما يفوق 30 شهيد فقط في مستشفى ناصر. مجازة بحق أسر بكاملها تأتي إلينا، أطفال نائمين مقطعين وكما ترون كما صورتم. كيف تعمل في ظل هذا الضغط يا دكتور؟ يعني عمل صعب جدا، يعني يكاد الطواقم الموجوده التي انهكت وتصل الليل بالنهار، والعنايات المركزه الان ممتلئه، سنفتح عنايه مركزه اخرى من الاقسام الداخليه، العمليات الان ملئه بالحالات المستعده، في منهم ينتظرون الان الدور، ايضا الاشعه والاشعه المقطعيه غير متسع العدد من كثر الحالات التي تحتاج الى تصوير، وضع يعني مأساوي في التصوير.